الرياضية قائمة الليلة بمدينة إزدان. هذه الفرقة اختارت لنفسها اسم الدرب على حسن الصوتي والتلاوة الحسنة والطرب الجميل. فؤاد أعراق، مسعود نايم، خالد وحيد، إسماعيل شاكر. Yeah.
صح الله زوجار عضو فرقة انطراني في الجوش كان غصة سدارون المقارنة أنزي غصة دانس نمير ايتوانزي كلهم فتوري الريس كان غصة حسمي تقال حتى ما زياد نزن وانس نمير كذلك ميدنا نسميته محمد الجازولي تناوية تقيلة محمد الجازولي فالأمسية الريس كان تفوق الله في فولكين يبقى ليشوان غصت تشكد تلبوت طرانيم سوم قارد باش تسمي بناء تونزي السودل وبابني جنوان الخيرة اللي نذكر حتى على يسوسم ميدنا بناء الناس بيتون تونزي لان تنسني مير بهرة تنسني مير بهرة غصتي نفرح أزنتيني تنمير نون أيوزنون تنمير محمد رصان رئيس جمعية طرانين المديح والسماعي لمدينة إزقان. سعداء أيما سعادة ونحن نشارك يعني المؤسسة الرائدة في المنظومة التربوية ثانوية محمد الجازولي التي نشكرها من خلال أطرها على استضافتها لنا في هذا اليوم الأغر السعيد، يوم مبارك تمازجت فيه الأصوات العذبة بالطبيعة الخلابة بمنطقتنا الحبيبة أنزي. فجمعية طرانين منفتحة على محيطها الخارجي خاصة العالم القروي، فالحمد لله جمعية طرانين من خلال اشتغالها على مجموعة من المواد يعني والبحث في التراث في جذور يعني التاريخية للقصيدة الأمازيغية التي من خلالها أتحفت يعني التلاميذ والأساتذة ورواد هذه المؤسسة. فتجربة ترانيم هي تجربة متواضعة تسعى دائما إلى أن تطور أداءها على مستوى البحث الموسيقي والبحث في القصيدة الأمازيغية أو في البحث في جذور تراث المغربين الأصيل. فالشكر موصول من هذه المناسبة إلى المؤسسة التي نظمت هذا النشاط بشراكة مع الشعلة الثقافية.
اللي في الجمعيات الشعلة اللي هنصطاد في الجمعية انترامي كان نستفيد بها يمكن هي في عين جمعية الشعلة. أنا أتشكر جميع الأطر اللي ساعمين عن قرب وعن بعد في عين جمعية الشعلة أتشكر جميع وكذلك جميع الفضل اللي كان يتاز مدينة ولا كل شيء الشباب اللي نحاولني نتشكر المؤسسة أنت بشراكة مع جمعية الشعلة حتى تزمي ببنس تعاونها هنا تفست يعني أتشكر جميع المساهمة الخيرة. شكرا.